مرحبا بكم، انتم معنا على موجة إذاعة الوطنية التونسية. قضية رأي عام، مشاغل المواطن التونسي في كل جهات الجمهورية مع كامل الفريق. نقول شكرا لألفة بشير اللي كانت معنا في الإخراج، مرحبا بوهبي الواعر يلتحق بينا، فاروق الزارعي مازال معنا، حميد الورغي، حنان بوربية، عشاكر بالقاسم، موني الماجري، ليلى الحسيني أيضا رافقكم من قدام الميكروفون. الساعة الثانية كالعادة كما الساعة الأولى نبداوها بنبض الشارع، وفي نبض الشارع اليوم باش نمشيو منتزه النحلي، نتفقدوا شنو الأحوال، شنو الأجواء، شنو يقول المواطن، شنو يقول المسؤول عن تنظيم هذا المنتزه. ثم باش يكون عنا وقفة وحق الرد في موضوع مدرسة تونس الدولية، كنا تطرقنا له الأسبوع الماضي، سمعنا الأولياء، سمعنا وجهات نظر مختلفة. اليوم الإدارة السابقة طالبة حق الرد لتقديم بعض التوضيحات، وأكيد باش نسمعوا الحجج ومتاع مديرة سابقة لمدرسة تونس الدولية. القضية الرئيسية تهم الماء وما أدراك ما الماء، ولكن اليوم من زاوية المجامع المائية، شنو هالجمعيات والمجامع المائية اللي موجودة في عدد من ولايات التونسية توصل الماء الصالح للشرب للمناطق الريفية، ولكن من سنوات عندها صعوبات في صيانة الشبكات متاعها، عندها صعوبات مالية، ماهيش مخلصة ستيج، في المقابل المواطن يتشكى الماء ماهوش قاعد يوصله. هذا الكل باش نسلطوا عليه الضوء مع ضيفنا قيس فتاح بعد شوية انطلاقا تقريبا من 10:30. خليكم معنا، وإذا كنت تحبوا تتواصلوا في الموضوع هذا ولا عندكم تعليقات تسجلوها على 71-844-404. نمشي بكم مباشرة للشارع التونسي، وحديثنا باش يكون على وضعية منتزه النحلي. نبض الشارع. المنتزه النحلي هو تم إحداثه عام 1997، والهدف متاعه كان حماية الغابات متاع الجمهورية، معناتها بما فيهم غابة النحلي من الزحف العمراني. المساحة متاعه 210 هكتارات، فيها 30 هكتار مساحة مهيئة تحتوي على متحف بيئي، قاعة اجتماعات، ملاعب، مسالك رياضية، وأيضا ساحة ألعاب. والتصرف متاع المنتزه هو تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط. أوقات العمل متاعه مفتوح كامل أيام الأسبوع من 6 متاع الصباح بالنسبة للرياضيين، يجيوا معناتها بكري يمارسوا أنشطة رياضية متاعهم، حتى للتوقيت الإداري هو 6 متاع العشية. أما كي تبدأ الدنيا ضاوية وكل الرياضيين والناس اللي تسكن قريبة وكل ينجموا يجيوا يمارسوا الرياضة متاعهم، ومرحبا بهم. بالنسبة للغابة، ساعة غابة جبل النحلي 80% متاعها هو صنوبر حلبي، وفيها زادة أشجار كالاتوس، هذا إضافة على نباتات مركيمة الكليل والزعتر ونباتات مختلفة. الأنشطة اللي تتعمل في منتزه النحلي هي الشراكة مع رياض الأطفال، المدارس، المعاهد، منظمات كيما الكشافة التونسية والهلال الأحمر، الحماية المدنية أيضا يجيوا لهنا يعملوا أنشطة توعوية تحسيسية اللي تكرس معناتها مفهوم الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. بالنسبة للوكالة الوطنية لحماية المحيط، كيما كل عام نحتفلوا بعيد الشجرة في نوفمبر، وبالشراكة أيضا مع جمعيات بيئية ومنظمات، ونقوموا بمعناتها غراسة وزراعة نباتات وشجيرات مختلفة. نسعى ديما للحفاظ على المنتزه متاعنا، مثلا قمنا بالشراكة مع وزارة البيئة عن طريق البرنامج الوطني لنظافة المحيط بدهن مثلا مجسمات اللي الفوق بحث ساحة الألعاب. ديما نحث الزوار متاعنا على المحافظة على المكان، معناتها المنظمات والمدارس والمعاهد اللي يجيوا باش يزوروا باش يعملوا أنشطة مختلفة، ديما معناتها نحاولوا نوعيهم ونحاولوا نحكيهم على المؤطرين متاعهم باش ما يغادروا المكان إلا ما يكون معناتها يقوموا بحملة نظافة بعد النشاط هذاك، معناتها وديما نحنا يعني نكونوا معاهم يعني ونتبعوهم خطوة بخطوة. عندنا توا مشكلة الصيف ومشكلة الارتفاع الحرارة والخطر اللي نواجهوه في اشتعال الحرائق بصفة كبيرة، اللي تعرف اللي أقل معناتها سيجار وإلا مراية وإلا طرف بلار أي حاجة تنجم يعني تتسبب في حريقة. دونك في الإطار هذا احنا ديما نوعي الزوار متاعنا باش
ما يشعلوش النار باش يحافظوا باش يبلغوا زادة إذا كان شافوا أي بقعة ولا حاجة يساعدوا. حتى عنا إدارة العامة للغابات زادة تخدم معانا بالنسبة للغابة وكل بشراكة، احنا ديما بالتنسيق معهم هما ومع الحماية المدنية ننبهوا بعضنا لكل الناس الكل متجندين الفترة هذه خاصة باش نحميوا الغابة من خطر الحرائق. حاجة نشوفها ناقصة اللي قاعد يتحرق هذيك لازم فريمون يلقاو حل خاطر يمشي سي ديغراد النحلي. اما بارسا سافا انا نجي تقريبا هكاك مره في الجمعه ساعات مرتين في الجمعه نتلنا هنا. حسب رايي المنتزه يزمو شويه تحسينات، معناها يزمو شويه انترتيان وابار هذا سافا، معناها فما بلاصه كالمو سيكوريزي وكل شيء به. المنتزه هذا هو متنفس به الحق، اما كان بالامكان يكون خير من هكا برشا، مثلا يكون في تيليفيريك ولا حاجه ولا فهمتني، يكون ما يواكب التطور العالمي تو. يعني كان تمشي لتركيا ولا تمشي لبلايص اخرى عندهم بلايص كما هكا الحق مزيانه برشا وعاملينها حوايج متطوره بين الجبال، بلاصه مواتيه على الاخر هكا هاو سيرتو تيليفيريك تصور بلاصه مواتيه برشا فهمني. توسكي بني معناها اغلبيته مسكر، نورمالمون لازم يعملوا فيه انستا ثقافيه، يعملوا فيه متحف، يعملوا فيه جاليري دار. بالنسبه للسباس دو جو، السباس دو جو كله قديم وتهتك وتقطع وتكسر، ماذا بينا كان عاود يرجعوا للصغار خاطر برشا عباد ما عندهمش امكانيه تو باش يمشيوا يلعبوا في المناجم بفلوس، ولا اغلبيتهم مناجم ولا عباد الشقاقه معناها 2 مينوت ب 5000 وب 6000 يصلحوا حاجات جراتويتي تمتع بها الشعب كله صغيرات يا شيخ ويعملوا جو. كان بيون حتى مالغري لي سوم رمزيه، ما نورمالمون حتى كان ب 500 ولا بدينار الناس كنت تصورت ما على الاقل خلي يصلحوه غادي ناقصه بيبي برفا واحد يجيب اولاده ولا حاجه يستحق معناها.